اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر الأكاديمية الاستراتيجية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وخلال الاجتماع ناقش الرئيس السيسي تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. مع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه وذلك بمقر القياده الاستراتيجيه حيث تناول اللقاء مناقشه عدد من الملفات والموضوعات المتعلقه بانشطه ومهام القوات المسلحه وجهودها في حمايه الامن القومي المصري على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه للدوله كما تطرق اللقاء الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على الامن القومي في ظل الظروف والتحديات الحاليه بالمنطقه هذا وقد اشاد السيد الرئيس بالجهود التي تبذلها القوات المسلحه في كافه المهام التي توكل اليها والدور الذي تقوم به في حمايه حدود الدوله ضد كافه العدائيات والتهديدات المحتمله فضلا عن مساهمتها في دعم مقومات التنميه وانجاز المشروعات القوميه العملاقه بالتعاون مع كافه مؤسسات الدوله لتوفير الحياه الكريمه للمواطنين